الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي محمد المبعوث وابني بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدام يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال لهم وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال
السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله. أتذلني أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال لهم وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتذلني أنا أدخل معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتذلني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني
وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكسام؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساب فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه
ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما حاط به علمك. يا فارس الحجاز ادركني، يا بقية الله ادركني، يا با صالح المهدي ادركني، ولا تهلكني آقا بی اغراق عرض میکنم خوندن مصیبت ایام بسیار دشوار است، اونم کربلا مقابل ابی عبدالله کنار قمر بنی هاشم. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار حسین، هر نمشتاقی و مسیحم کس نتوانن نبی عبدالله مدد از شما باشد. والهجمی والهجمی علی البتول ببيتها والهاجمين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنينهم. خل ابن عمي أو لا أكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني، أجرش لهز لهزيم روزها یشمی کشد مارم، هنوز آهش تماشایش نگاهش می کشد مارم. میان شلا بودم پر پروانم آتش بود در آتش هیزم، آتش چادر، آتش خانه، آتش بود بمیرم. خود بی بی فرمود سلمان در آتش گرم، افتادم پشت در و نار تزهر علا وجیم. سلمان ای گداز آی آتش، ای شرار های نار به صورتم، فقط نم چادر خاکیم کمی از مجرش هم سوخ. رسیدم پشت در دیدم نمادر دخترش هم سوخ، گره زد چادرش را بر کمر افتاده را افتاد. زنی مجروح رفتم با دست ز
زنی مجروح رفتم با به دست یک سپاه افتاد. گفت شنیدم پشت دیوار و در صدا زد یا فهمت و خودینی فوالله قد قتل ما فی احشاییم فز منو دریاب به خدا محسنم و کشتن هستن کسانی که با زبان عرب آشنایان از عبارت بی بی میشه فهمید عظمت مصیبت را فرموده است یا فهمت و خودینی فز منو بگیر یعنی لحظه ای صدا زد از صدیقه طاهره که در حال افتادن روی زمین بود از خیلی میان جمع نامحرم یا با عبدالله معذرت میخوام آقا غریبی بی پناه افتاد و رد سرخ خونی هم به دنبالش براه افتاد فز سر خاتونو به دامن گرفت از ملک امیرالمومنین و بردند از خانه چطور از خانه بردن میگم انشالله در نهایت غربت و مظلومیت چشمان مبارک باز کرد صدیقه طاهره صلوات الله علیه فز بگو بدانم علی رو کجا بردن گفت خاتون به سمت مسجد با همون حال برخاست فاطمه بیرون آمد چادر مبارک به سر کشید جلو رفت قریب 40 رجال می کشیدن امیر المومنین رو دست برد به کمربند مبارک امیر عوالم یا الله بقیت النبوه صدیقه طارم حاشا و کلا بخوای نگاه عادی داشته باشیم آنچه که در صفات رسول است در بقیه رسولم هست آنچه که از فضائل خاص و الانبیا است در بزی او هم است چنان کشید امیر المومنین و از دست ای ملاین فاطمه که عمر صدا زد قنفذ دست فاطمه را کوتاه کن بمیرم گردیده بود قنفذ هم دست با مغیره این با غلاف شمشیر و تازیانه میزد به قنفذ یا مغیره نانجیبی گفت بیکاری زنی بردا به روی ما علی را برد نگذاری غلاف تیخ پیدا شد سر شلاق بالا رفت میان کوچه در خونابه مادر ماند و بابا رفت گلی از ساقش تا شد میان خار و خز افتاد میترسم بگم آقا شاهدی ولی چه کنم هرچه نگفتن دشمن ها انکار کردن گلی از ساقش تا شد میان خار و خز افتاد بمیرم مغیر از نفس افتاد قنفذ از نفس افتاد دویدم سمت مادر تازیان خورد بر دوشم صدای استخوان بازویش پیچید در گوشم اگه خود بی بی نفرموده بود نمی گفتم ولثر الباقی که مثل دملوجی
آخه مردم کربلاست بگم، اگه تو کوچای بنی هاشم به امر ثانی ملعون تازیان بالا نمی بردن، کی جرأت میکرد؟ کربلا سید الشهدا در قتلگاه بود، شمر نانجیب جسارت بخیله بنی هاشم کرد. یا با عبدالله، یا مقلب القلوب، یا حسین نظر کنید آقا، فرمود شمر بگذار پای حسینم و سمت قبله کن، اجازه نداد شم بگذار با مغلم سایه بر صورتش میاندازم، شمر اجازه نداد جسارت هایی کرد، ضرباتی زد که باید زهرا شورا بگم، ولی سید و شهدا نیمه چشم باز کرد، فرمود یا اختا به حقی علیک ارجعی للفساد، خوارم زینب به او حقی که گردنت دارم، سمت خیمه برگر، سوی خیمه برگر خوار زینم، تا به زیر خنجر ننگری چنینم، یا برو به خیمم تا ترا نبینم، یا ببند چشمت تا مرام نبینی، باب المهموم حتی قضایم، باب العطشان حتى مضى إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وتسعة المعصومين من بنيه، عجل لوليك الفرج، خدا قلب داغدار از رتش رو از دست ما رازی و خوشنود بگردان، بار الان این قلیل ذکر توسل رادت با همه کاستی و خسورش از ما به شایستگی قبول بفرما، خدا با فرج بقیت الله به عمر منکرین ولایت امیر المؤمنین خاتم عنایت بفرما، خدا ملتمسین دعا شیعان مؤمنین مردم لباس عافیت بپوشان، تا زنده این ما را از در خانه آل الله دور نکن، بار لا زنده و مرده ما رو کربلایی کن، خدایا خدایا رزق ما رو در برائت از دشمنان آل الله بیشتر بگردان، خدا خدا موانع زیارت سید الشهدا هر کس و هر جس بر طرف بگردان، هر جا هستید محضر علی ابن موسر رضا عنوان عرض تسلیت بلند صلوات.